السلام. لو 1 ديسمبر هو اليوم العالمي لمكافحه داء السيده. السيده واقيلا كتسمعوا عليها بزاف، كتشوفوها في التلفازه، كتسمعوا عليها في الراديو، كتقراوها في مجلات، كتشوفوها في ديزافيش، جمعيات بزاف ولات تتهضر على السيده. سي ان بو نورمال. علاش؟ لحقاش الفيروس ديال السيده هو واحد الفيروس اللي عنده دابا اكثر من 32 سنه. اول حاله ظهرت ديال مرض السيده كانت سنه 1981 في مدينه سان فرانسيسكو. هذا الفيروس ظهر عند الفئات اللي كنسميوهم مثلي الجنس، لذلك سمينا هذا المرض هذا في الاول لو جي سيندروم، يعني نسبه لهذه الفئه هذه. ولكن منين اكتشفنا الفيروس المسبب لمرض السيده اللي هو لو في اش، يعني لو فيروس ديمونو ديفيسيونس اكي او لو فيروس فقدان المناعه المكتسب، عرفنا بان هذا الفيروس ما كيقيش غير هذه الفئات اللي هي اكثر عرضه للاصابه بالمرض، كيمكن يلقيس اي واحد، ممكن انا، ممكن انت، ممكن انت، ممكن الاخر اللي داير بيا اللي كيكون متعرض للاصابه بهذا المرض. لذلك ما بقيناش كنقولوا بان الفيروس السيده هو الفيروس ديال مثلي الجنس او الفيروس ديال عاملات الجنس او ديال الاشخاص المتعاطين للمخدرات او الاشخاص اللي ما عندهمش الديور او الاشخاص اللي هما متخلى عنهم. الفيروس ديال السيده او لو في اش كيقيس اي شخص ما كيعرفش شنو هو لو في اش، ما كيعرفش شنو هي الطرق الوقايه ديال في اش، وباش كيمكن له يعرف هاد الطرق الوقايه خصو يعرف فين كاين اصلا هاد الفيروس في الجسم ديال الانسان اللي كيكون حامله. اكثر من 36 مليون حاله الان اللي هي حامله الفيروس السيده في العالم. اكثر من 36 مليون حاله ديال الاصابه بالفيروس ديال السيده في العالم. كتصوروا شنو هي 36 مليون؟ هي النسمه ديال بلد مثلا بحال المغرب لا قدر الله يكون كله عامر بالفيروس ديال السيده. في المغرب عندنا اكثر من 29 الف حاله ديال فيروس السيده اللي ما عارفينش راسهم حاملين الفيروس السيده. سولمون 6826 حاله اللي هي كا ديكلاري دو في اش، يعني مشاو داروا التحليله ديال الفيروس ديال السيده وخرجت التحليله بوزيتيف ومتابعين من طرف اطباء اختصاصيين، اما كياخذوا الدواء اما ما كياخذوش الدواء. وهذه المساله ديال الدواء غادي نشوفوها من بعد. كلكم باغي تسمعوا على المناعه والجهاز المناعتي لو سيستيم ايمونيتير ايتترا، راه اون فيت سي با سورسي. لو سيستيم ايمونيتير او الجهاز المناعتي ديال الانسان كنقارنوه بان كازيرن ميليتير. علاش اون كازيرن ميليتير؟ باسكو فين ما كيدخل جسم غريب للجسم ديالنا كيتلقى له لو سيستيم ايمونيتير باش كيمكن له انه يحاربه. داكشي علاش كنقارنوه بلا كازيرن ميليتير. دونك اون فوا لو فيروس اللي هو لو فيروس ديمونو ديفيسيونس اكي كيدخل للجسم ديالنا كيتلقى له لو سيستيم ايمونيتير باش كيمكن له انه يحاربه. داكشي علاش كنقارنوه بلا كازيرن او لا بلي سولدا دو نوتر اورغانيزم. اون فوا كيدخل الفيروس للجسم ديالنا كيتلقاو له اللي كنسميوهم لي جلوبول بلون او الكريات البيضاء. هاد لي جلوبول بلون عندهم واحد سبيسيفيسيتي، لي جلوبول بلون لينفوسيتير تي 4 اللي عندهم سبيسيفيسيتي اكثر لهذا لو فيروس دو سيدا. علاش كيتلقاو له هاد لي جلوبول بلون؟ اما لا ريبونس اي توت افي نورمال. ملي كيتلقى ان سولدا لان غيري باش يقتلو باش يحمي ديك لا كازيرن اللي كينتمي ليها، سي اكزاكتومون سا لو سيستيم ايمونيتير. اون فوا تيدخل لو فيروس كيتلقى له لو جلوبول بلون بور بوفوار لو توي، مي مالوروزمون اي نو لو توي با. علاش؟ لحقاش لي فيروس سون دي كرياتور دي زيتر كي نو مور جامي. لا بروف مي كيجينا الرواح هذا العام كيعاود يجينا العام الجاي، كيعاود يجينا العام اللي من موراه. واخا كنداويو شويه تناخذوا الفيتامين سي باغفوا تنمشيو عند الطبيب يعطينا لونتيبيوتيك، ولكن الفيروس كيبقى دائما في الجسم ديال الانسان ديالنا. وهذه هي الحاله ديال لو في اش. اون فوا لو في اش كيدخل للجسم ديالي كيبقى عايش معايا. داكشي علاش بغيت نهضر لكم على ما يسمى ب ليستوار ناتوريل دو فيروس دو سيدا. الفيروس ملي كيدخل للجسم ديالي او الجسم ديال اي انسان كيتعرض ليه كيدخل في المرحله اللي كنسميوها لا بريمو انفيكسيون او المرحله ما قبل الاصابه. هذه المرحله هذه كتدوم ما بين صفر يوم حتى لجوج ديال الشهور. فهاد المرحله الانسان ما كيمكن له يحس بحتى شي حاجه اللي هي تري سبيسيفيك او فيروس. ممكن يجيني رواح، ممكن مفاصل يبداو يضروني، ممكن تهبط عليا شويه كرشي، كطلع عليا شويه سخانه، ولكن سو نو سون با دي سيني اللي هما سبيسيفيك الفيروس ديال السيده. اي انسان ضربو برد او كلا شي حاجه اللي ما وافقتوش كيمكن يعطونا هاد العلامات هادي. دونك اون فوا كنفوت هاد المرحله هادي اللي هي مرحله كيف ما قلت لكم من صفر يوم حتى لشهرين، كندخل للمرحله الثانيه اللي هي المرحله ديال لا سيرو بوزيتيفيتي،
اي سي لا بيريود نوار. علاش كنسميها نوار؟ لحقاش الشخص المتعايش مع الفيروس في هذه المرحله هذه ما كيظهروا عليه حتى شي علامه انه حامل الفيروس ديال السيدا. والخطير في هذه المرحله وداك الشيء علاش سميتها لكم اون بيريود نوار، هي ان الانسان كيمكن له يعادي واحد الانسان اخر الى قاسوا بالفيروس، لحقاش في هذه المرحله كيكون الانسان حامل الفيروس وما عارفش راسو حامل الفيروس. بزاف الناس تيبداو يقولوا هذه المرحله شحال غادي يبقى، دخل فيها الفيروس ديال السيدا غادي يبقى عام عامين 15 عام 20 عام، ما كاين حتى شي اجابه اللي هي مؤكده. لحقاش هذه المرحله هذه المده ديالها حتى شي واحد لا سيانتيفيك لا شيرشور لا ميدسان لا اي واحد يمكن له يقول لك هذه المرحله فيها عام ولا عامين. تو ديبون ديال ليتا ايمونيتير ديالنا، وتفكروا منين هضرت لكم على الجهاز المناعاتي، تو ديبون على لي زابيتود توكسيك ديالنا. انسان اللي كيكون كيتعاطى المخدرات او لا انسان اللي كيكون عنده مجموعه ديال العلاقات الجنسيه اللي هي غير محميه مع اشخاص مصابين، هذه الفتره هذه كيمكن لها انها عوض ما تكون فيها 10 سنين كيمكن تكون فيها عام، كيمكن تكون فيها شهرين او لا 3 شهور. دونك هذه المرحله سي اون بيريود نوار باسكو لا بيرسون اي بورتوز دو فيروس دو سيدا اي سي اون بيرسون كي contagieuse, c'est-à-dire elle peut contaminer l'autre lors de cette période. لحقاش ما عارفاش راسها واش حامله الفيروس ولا ما حاملاش الفيروس. وهنا كيجي الدور ديال التوعيه وديال لو ديبيستاج. لحقاش منين كنوعيو ومنين كناخذوا التحليلات الدم في هذه المرحله هذه كيمكننا نعرفوا راسنا اننا حاملين الفيروس، وكيمكننا عوض ما نبقاو نلعبوا اللوطو غنعيش عام غنعيش عامين ثلاث سنين وربع سنين، كيمكن لي نعيش الحياه كامله قبل ما نوصل للمرحله الثالثه اللي هي المرحله ديال سيدا مالادي. المرحلة الثالثة ديال سيدا مالادي هي المرحلة من كيكون الجهاز المناعاتي ديالي سالا، ما بقى فيه حتى شي حاجة، لي سولدا عياو. لحقاش بقوة اللي كيبداو كيجاهدوا في لو فيروس ديال لو فياش كيعياو وما كيلقاو حتى شي حل من بعد. دونك تتكون مرحلة اللي الجسم ديالي كيكون متأهل أنه يدخل مجموعة ديال لي زانفيكسيون، سكون أبيل لي زانفيكسيون أوبورتونيست. ممكن يجيني الرواح، ممكن تجيني مرض ديال السول، ممكن يجيني اون سامبل دياري اون انتوكسيكاسيون اليمونتير اللي كيمكن لها انها تقضي على الحياه ديالي. لحقاش ما بقاش الجهاز المناعي خدام بالنسبه للجسم ديال الشخص المصاب. علاش نوصلوا للمرحله الثالثه الوغ كو في استطاعتنا اننا في المرحله الاولى او لا في المرحله الثانيه نكتشفوا اننا حاملين الفيروس ونقضيو على الموت في هذه المرحله هذه. كيهضروا لكم بزاف على كيفاش كينتقل الفيروس ديال السيدا، كيقول لك الاتصال الجنسي المباشر غير محمي، المراه الام الجنين الدم اي با مال دو شوز بارفوا راه فوزيت امبرويي افيك سا. واش الا درت هذه العلاقه الجنسيه درت هذه في هذه العلاقه الجنسيه غادي يجيني الفيروس واش ما غاديش يجيني، وكنبقى كنحسب واش هنا واش هنا ايتترا. اللي بغيتكم تعرفوا ان الفيروس ديال السيدا كيتواجد بكميه كبيره يعني قابله انها تعادي الشخص الاخر في خمسه ديال السوائل ديال الجسم ديال الانسان. خمسه ديال السوائل، السائل الاول هو الدم ديال الشخص المتعايش مع الفيروس ديال السيدا، السائل الثاني هو المني ديال الشخص المتعايش مع الفيروس، السائل الثالث هو المدي. المدي تقولوا لي شنو هو؟ هو داك الماء اللي كيخرج في الاول قبل من القذف ديال المني عند الراجل. السائل الرابع هو الافرازات المهبليه عند البنت او لا عند المراه، يعني ذاك الماء اللي كينزل من الجهاز التناسلي عند البنت او لا عند المراه. والسائل الخامس هو الحليب ديال الام اللي كتكون حامله الفيروس واللي كتكون كترضع الابن ديالها. عقلوا على خمسه ديال السوائل اللي كيكون فيهم الفيروس ديال السيدا بكميه اللي كيمكن لها انها تعادي الشخص الاخر الا ما كانتش حمايه. الدم، المني، المدي، افرازات المهبليه، والحليب ديال الام الحامله للفيروس. باش يمكن لي ينتقل الفيروس كيكونوا عندنا جوج ديال البيبان، الباب ديال الدخول والباب ديال الخروج. منين كيكونوا جوج ديال البيبان محلولين يعني اي اتصال مباشر مع هاد الخمسه ديال السوائل كيمكن لي انني نتعادى بالفيروس ديال السيدا. يعني مثلا انا كنت مجروح وكان عندي وكنت حامل الفيروس ديال السيدا وداز واحد الانسان اخر اللي هو تا هو مجروح وقاس الجرحه ديالي ممكن يتعادى بالفيروس السيدا. علاش؟ لحقاش الباب ديال الخروج للفيروس محلول والباب ديال الدخول عنده هو كذلك محلول.
هادشي اللي بغيتكم تعرفوا. ديما تعقلوا على هاد الخمسه ديال السوائل باش تولي اوتوماتيكمون دون فوتيت منين غادي نبدا نسول راسي واش غادي نحمل الفيروس او لا ما نحملش الفيروس، هي بالاتصال المباشر ما بين الباب ديال الدخول وباب ديال الخروج مع هاد الخمسه السوائل. منين هضرنا على الفيروس ديال السيده فوقاش بان على عدد الحالات شحال عندنا في العالم، الحالات اللي عندنا هنايا في المغرب، وشنو هما السوائل اللي كاين فيهم الفيروس ديال السيده، دابا وصلنا لواحد المرحله اللي هي مهمه واللي بغيتكم تعرفوها، اللي هي كيفاش توقيو راسكم من خطر الاصابه بالفيروس ديال السيده. خصنا نعرفوا بعدا واحد الحاجه اللي هي اساسيه لحقاش الاغلبيه كيقول لك ان الفيروس ديال السيده هو واحد الفيروس اللي انتقل عن طريق مثلا حيوانات الانسان ايتترا. اللي خصنا نعرفوا هو ان الفيروس ديال السيده هو فيروس بشري، سي لو فيروس ديمينو ديفيسيونس اكي هما، ماشي ديال الحيوانات، ماشي ديال شي حاجه اخرى، انما خص يكون اتصال جنسي ما بين جوج ديال الناس اللي هما من الجنس البشري، ماشي من شي حاجه اخرى. اي جو فيرم لا بارونتيز. لا بريفونسيون كونتر لانفيكسيون افي اتش سيدا كدوز باغ لابستينونس، يعني ما كندير حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي علاقه لا باب ديال دخول ولا باب خروج مع هذيك الخمسه ديال السوائل. الا ما قدرتش نكون ابستينون نكون فيدال دون ما غولاسيون دو كوبل. اي سي لو دوزيام مويان بور بوفوار بريفينير لانفيكسيون افي اتش. الا ما قدرتش نكون ابستينون ما قدرتش نكون فيدال، ما كاينش 33000 حل، كاين حل واحد. هذا الحل كيعتمد على استعمال العازل الطبي. العازل الطبي كيف ما اي برودوي عنده اون دات دو برودكسيون اون دات ديكسبيراسيون اللي كتلقاو ديما في الدار ديال العازل الطبي. عمري ما كنكون داير العازل الطبي في جيبي دلور او للقدام او دايرو في بزطام ولا دايرو في شي بلاصه اللي مزير عليه او في شي بلاصه اللي كيكون اكسبوزي بزاف للشمس. العازل الطبي خصو يكون ديما في اون تومبيراتور امبيونت، وعمري ما نحلو بسناني او نحلو بمقص، ديما كنقلب على ان بتي بوغلي باش كيمكن لي نحلو، نخرج العازل الطبي بهذه الطريقه هذه، وكنخلي ديما هاد لو ليزغي دو سيكوريتي. علاش كنخلي هاد لو ليزغي دو سيكوريتي؟ ملي كنحطو في ليها جهاز التناسلي ديال الراجل، كنخلي هاد لو ليزغي دو سيكوريتي باش منين كيكون لي فراز ديال الماني كيبقى فيه لا شارج لداخل. اون فوا كنستعمل لو بريزرفاتيف، كنطويه، اي جو لو جيت على بوبيل. لحقاش لو بريزيرفاتيف il est utilisé une seule fois, pas deux fois, pas trois fois. Peut-être que c'est comme bizarre, انما كاين اللي كيقبط البريزيرفاتيف كيعاود يغسلو وعاوتاني كيعاود يستعملو. هاد الطريقه ما كتمكنلكش انك توقيك من خطر الاصابه من الفيروس السيدا. سورتو كو لو بريزيرفاتيف est un بريزيرفاتيف غراتوي، ما محتاجينش انكم تشريوه، لحقاش هو متوفر في جميع النوادي الصحيه، في نوادي الشباب، ومتوفر كذلك في جميع الجمعيات لمحاربه داء السيدا. عقلوا على الوسائل الوقايه ضد الاصابه بفيروس السيدا: العفه والاخلاص، الامتناع، واستعمال العازل الطبي بطريقه جيده كيف ما وريتكم. في حاله الا كانت عندي واحد العلاقه جنسيه مع واحد الشخص وما عرفتش راسي واش غادي نتعادى ولا ما غاديش نتعادى، كاين ما يسمى بالعلاج الوقائي. وي الا كانت عندي واحد العلاقه جنسيه مع واحد الشخص اللي في الاخر ما عرفتش راسي واش غادي نتصاب او لا ما تصابش وما قمتش بالحمايه ديالي، ممكن ناخذ العلاج الوقائي او لما نسمي ب لو تريتمون بريفونتيف. انما هذا العلاج كيتاخذ مره واحده في الحياه، وكيمكن لي ناخذه قبل من 72 ساعه من مورا العلاقه الجنسيه. غادي تقولوا لي فين غادي نلقى هذا العلاج الوقائي؟ وي جو فو كومبرون. منين يوقع مشكل بحال هذا، اما كنتصل بالرقم الاقتصادي 0810 025 25 او لا كنصيفط رساله قصيره ل 5808 5808، كنطلب منهم اقرب مركز لرعايه وعلاج الاشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا، وكيعيطوا لي او لا كيصيفطوا لي ان اس ام اس باش كيوريوني فين يمكن لي نمشي. اللي بغيتكم تعرفوا هو ان هذا العلاج كيكون بالمجان. السيدا كيف ما قلت لكم ما بقاش مرض قاتل ولا مرض مزمن، لحقاش ما كنهضروش على الناس اللي فيهم السيدا، كنهضروا على الاشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا. شنو هو المرض القاتل؟ هو الوصم والتمييز على ذوك الاشخاص اللي كيكونوا حاملين فيروس السيدا. شنو هو الوصم وشنو هو التمييز؟ هو اللي كنقولوا عليهم باللغه الفرنسيه لا ستيغماتيزاسيون اي لا ديسكريميناسيون. منين كنوصم واحد الانسان هي انني كنعطيه بالصبع تنقول له هاد السيد هذا ولا هاد السيده هذه فيها السيده ما كيمكن ليش نقيسو. انما قبل ما تشوفوا هاد لا فيديو ممكن تقولوا لي ممكن توصموه، انما دابا ما عندناش الحق نوصموه. علاش؟ لحقاش قلنا باش كيكون
انتقال ديال الفيروس ديال السيدة خص يكون باب ديال الدخول محلول وباب ديال الخروج محلول، ويكون اتصال مباشر ما بين الخمسة السوائل اللي هضرت لكم عليها. الشخص المتعايش مع الفيروس السيدة كيمكن لي ناكل معاه في نفس الطبق، كيمكن لي نعس معاه في نفس الفراش، كيمكن لي نمشي معاه لا ميم بيسين، كيمكن لي نجلس معاه في لو ميم سياج، كيمكن لي نبارطاجي معاه نفس الفضاء ديال العمل. لحقاش الفيروس ما كينتقلش بالهواء، الفيروس ما كينتقلش عن طريق اللعاب، الفيروس ما كينتقلش عن طريق اللمس، الفيروس كينتقل غير عن طريق الاتصال المباشر مع دوك الخمسة ديال السوائل. وكيف ما قلت لكم المرض ديال السيدة ما كيقتلش، انما الوصم والتمييز ديال الاشخاص المتعايشين مع الفيروس السيدة هو اللي كيقتل اكثر. خصنا نقطعوا اننا نوصموا ونميزوا او نبداو نعينوا شخص اخر انه حامل الفيروس ولا ما حملاش. لحقاش الطريقه الوحيده باش كنا نعرفوا واش حامل الفيروس ولا ما فيهش هي التحليله الطبيه. ماشي كنكون غادي في الطريق تنشوف شي واحد ضعيف تنقول هاد السيد راه فيه السيده، او لا كنشوف واحد السيده اللي فيها الحبوب بزاف ولا وجهها لي ماشي هو هذاك ولا كتبدا تتحك في الجلده ديالها كنبدا نقول تيان هاد السيده راه فيها الفيروس السيده، لحقاش فيها طبايع حمر ولا طبايع خضر اتسيتيرا. لا، الوسيله الوحيده باش كنعرفوا راسنا واش حاملين الفيروس هي التحليله الطبيه اللي ما كتاخذش اكثر من 10 دقائق باش كنعرفوا النتيجه النهائيه واش الانسان حامل الفيروس او لا ما حاملش الفيروس. Il n'est plus le temps de parler de la maladie des homosexuels, des professionnels du sexe ou des personnes usagères de drogue par voie intraveineuse. Oui, السيدا راه ماشي المرض ديال المثليين الجنس، السيدا ماشي المرض ديال عاملات الجنس، السيدا ماشي المرض ديال الاشخاص المتعايشين مع المخدرات. السيدا هو مرض ناتج عن فيروس داء فقدان المناعه المكتسب البشري اللي كينتقل ما بين شخص مصاب وشخص غير مصاب. داك الشخص المصاب او لا الشخص غير المصاب ممكن يكون من اي فئه في المجتمع. السيدا كيف ما قلت لكم ما بقاش مرض قاتل ولا مرض مزمن. لحقاش ما كنهضروش على الناس اللي فيهم السيدا، كنهضروا على الاشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا. شنو هو المرض القاتل؟ هو الوصم والتمييز على دوك الاشخاص اللي كيكونوا حاملين الفيروس السيدا. شنو هو الوصم وشنو هو التمييز؟ هو اللي كنقولوا عليهم باللغه الفرنسيه لا ستيغماتيزاسيون اي لا ديسكريميناسيون. منين كنوصم واحد الانسان هي انني كنعطيه بالصبع تنقولوا هاد السيد هذا ولا هاد السيده هذه فيها السيده ما كيمكنليش نقيسو. انما قبل ما تشوفوا هاد لا فيديو ممكن تقولوا لي ممكن توصموه، انما دابا ما عندناش الحق نوصموه. علاش؟ لحقاش قلنا باش كيكون انتقال ديال الفيروس ديال السيده خص يكون باب ديال الدخول محلول وباب ديال الخروج محلول، ويكون اتصال مباشر ما بين الخمسه السوائل اللي هضرت لكم عليها. الشخص المتعايش مع الفيروس السيدا كيمكن لي ناكل معاه في نفس الطبق، كيمكن لي نعس معاه في نفس الفراش، كيمكن لي نمشي معاه لا ميم بيسين، كيمكن لي نجلس معاه في لو ميم سياج، كيمكن لي نبارطاجي معاه نفس الفضاء ديال العمل. لحقاش الفيروس ما كينتقلش بالهواء، الفيروس ما كينتقلش عن طريق اللعاب، الفيروس ما كينتقلش عن طريق اللمس، الفيروس كينتقل غير عن طريق الاتصال المباشر مع دوك الخمسه ديال السوائل. وكيف ما قلت لكم المرض ديال السيدا ما كيقتلش، انما الوصم والتمييز ديال الاشخاص المتعايشين مع الفيروس السيدا هو اللي كيقتل اكثر. خصنا نقطعوا اننا نوصموا ونميزوا او نبداو نعينوا شخص اخر انه حامل الفيروس ولا ما حملاش. لحقاش الطريقه الوحيده باش كنا نعرفوا واش حامل الفيروس ولا ما فيهش هي التحليله الطبيه. ماشي كنكون غادي في الطريق تنشوف شي واحد ضعيف تنقول هاد السيد راه فيه السيده، او لا كنشوف واحد السيده اللي فيها الحبوب بزاف ولا وجهها لي ماشي هو هذاك ولا كتبدا تتحك في الجلده ديالها كنبدا نقول تيان هاد السيده راه فيها الفيروس السيده، لحقاش فيها طبايع حمر ولا طبايع خضر اتسيتيرا. لا، الوسيله الوحيده باش كنعرفوا راسنا واش حاملين الفيروس هي التحليله الطبيه اللي ما كتاخذش اكثر من 10 دقائق باش كنعرفوا النتيجه النهائيه واش الانسان حامل الفيروس او لا ما حاملش الفيروس. Il n'est plus le temps de parler de la maladie des homosexuels, des professionnels du sexe ou des personnes usagères de drogue par voie intraveineuse. Oui, السيده راه ماشي المرض ديال المثليين الجنس، السيده ماشي المرض ديال عاملات الجنس، السيده ماشي المرض ديال الاشخاص المتعايشين مع المخدرات. السيده هو مرض ناتج عن فيروس داء فقدان المناعه المكتسب البشري اللي كينتقل ما بين شخص مصاب وشخص غير مصاب. داك الشخص المصاب او لا الشخص غير المصاب ممكن يكون من اي فئه في المجتمع. السيده ما كنحتفلوش بها غير بيوم اللي هو عالمي. السيده خصنا نتفكروها 365 يوم ماشي غير نهار واحد.
لحقاش منين كنعرفوها 365 يوم كيمكننا نحميو راسنا من خطر الاصابه ضد الفيروس ديال السيده. فوالا سي تو سكو جو فولي فو دير ا بروبو دو في اتش دو ليستوار ناتوريل دو لا بريفونسيون اي سورتو 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 de la non-discrimination et la non-stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Et si les Britanniques vous disent sur la maladie de sida, sur la voie de transmission, sur la voie de guérison, et surtout sur comment nous pouvons nous battre pour lutter contre le wasm ou le tamiz des personnes qui vivent avec le virus de sida. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'écrire, ktbouliya à samad@itradio.ma ou sur ma page Facebook doc samad itradio.